ندخل بقى المنتج الرابع وهو سمارت ديزاينر 1. سمارت ديزاينر 1 دي اسرع طريقه في العالم تعليم تصميم الازياء والتصميم الزخرفي، بمعنى اي حد ما بيعرفش يرسم ونفسه يكون مصمم ازياء يقدر ان هو من خلال المنتجات يقدر ان هو يرسم بشكل محترف، ويقدر ان هو يرسم المانيكان ويرسم اي تصميم زخرفي محتاجه للتصميمات بتاعته. ده المنتج الرابع سمارت ديزاينر، ده اي حد يقدر يستخدمه حتى لو اي حد صغير. يقدر يستخدمه. المنتج عباره عن مساطر بلاستيك مفرغه من الداخل بشكل المانيكان، مجرد التمرير القلم داخل الفراغات بيطلع المانيكان كامل ومعاه كمان كل التصميمات الزخرفيه. طبعا احنا هنشوف كل ده عملي ان شاء الله، هنشوف كل ده عملي. مشاهدينا رجعنا لكم مره تانية، ومستر خالد الفقره دي مستنيين منك تشرح لنا كيفيه استخدام وازاي نقدر نستخدم المنتج الرابع والمنتج الخامس سمارت ديزاينر 1 انتو. تمام يا يوسف، نبدا الاول بسمارت ديزاينر 1، هي اسرع طريقه في العالم لتعليم تصميم الازياء والتصميم الزخرفي. ونبدا والفقره دي تشتغلوا بقى معايا يا ريت يعني. ماشي نبدا. يعني احنا هنرسم هترسموا معايا. هي عباره عن مسطره بلاستيك مفرغه من الداخل على شكل مانيكان، بنرسم المانيكان في خطوه واحده. اتفضلي يا بسنت. طب ما بعرفش ارسم اصلا. ما احنا عايزينك ما بتعرفش ترسم عشان نشوف هترسم ولا مش هترسم. انت تمام معاك مسطرتك وانا مسطرتي، ويا ريت نبدا نرسم زي ما انتم شايفين. اتفضل يا يوسف. اتفضلي يا بسنت. عبارة عن مسطرة مفرغة من الداخل على شكل مانيكان لملابس السيدات وملابس الرجال يرحمكم الله. جنب المسطرة في رسومات زخرفية بنقدر ان احنا نستخدمها لأي شكل زخرفي محتاجينه للموديل اللي احنا بنصممه. نبدأ نشتغل ونرسم. امشي على المانيكان بس؟ امشي الفراغات بتاعت المانيكان. تضم ايدك وتشتغلي الفراغات بتاعت المانيكان. نوصل الورقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني أفكار جميلة، وكنا عاوزين نعرف إزاي الأفكار دي جات لك يا أستاذ خالد. والله يا يوسف يعني الحمد لله رب العالمين، يعني الواحد باستمرار بداية من أرت سوينج 1 وحسيت بمسؤولية. ناس طلبت مني أعمل حاجات للتصميم، وفي ناس بتطلب مني إن أعمل حاجات للخياطة، بس الحمد لله في الآخر التوفيق بيبقى من عند ربنا. ربنا بيلهمك لفكرة بتجري وراها وبتنفذها. عايز أقول إن أقل فكرة من الأفكار ديت واخدة شغل 5 سنين وأكتر. يا ريت الكاميرا لو معانا عشان تتأكد من التفاصيل. مستر خالد، تنصح بإيه لأي مصمم أزياء أو أي باترونست حابب إنه يبدأ المجال ده بعد استخدام الباترونات اللي أنت قدمتها أو المنتجات اللي أنت قدمتها؟ هي طبعا يوسف المنتجات سهلت على ناس كتير. انا بتفاجئ بناس بتطلب المنتجات وبتشتغل وهي يعني داخلة المجال لمجرد ان هي لقت الموضوع سهل يعني. بس طبعا لازم يكون عندهم صبر وطولة بال وحب للمهنة، لان اي مهنة تحبها بتقدر ان انت تبدع وتشتغل فيها. وانت واضح ان انت حابب فعلا المهنه دي مش مجرد طبعا هي هوايه طبعا بالنسبه لي طبعا في الاول، بجانب ان انا والدي مصمم ازياء الله يرحمه، وطبعا تعلمت منه طبعا، هو استاذي والدي ومعلمي وكل حاجه الله يرحمه يعني. انا قربت يا يوسف اخلص، ما اعرفش انت لسه قدامك كتير ولا ايه. بس انت اخبارك ايه؟ انا مستني اشوف. خلصتي؟ طيب انا قربت عشان نوري برضو الساده المشاهدين. طب انت عمرك يا بسنت او عمرك يا يوسف تخيلت ان انت ممكن ترسم ديزاين لمانيكان بالشكل ده؟ طب نشوف الاول، نشوف الاول الساده المشاهدين. هنشيل المسطره اهيت. رسم المانيكان رسمناه في دقيقه مع بعض من خلال كتاب شرح. بقدر ارسم اي موديل انا عايزه وانفذ اي موديل انا عايزه، في كل الاكسسوارات كل القصات كل حاجه في دقيقه واحده. طلعت رسم المانيكان في خطوه واحده، واقدر من خلال الكتاب ان انا ارسم واصمم اي موديل بالرسم الزخرفي بتاعه.
ونشوف بقى يوسف عمل ايه. يا يوسف يا ريت توري الكاميرا. يا يوسف انا خلصت. يا ريت خلي خلفيه الورق عشان خاطر تبان الورق. خليه خلفيه عشان الظل يبان. كنت تتخيل انت ترسم رسمه زي دي يا يوسف فعلا؟ طيب نشوف انا بقى. نشوف بس انت برضو خلي ظهر الورق يا ريت وريها للكاميرا برضو. يا يوسف انت يا بسنت انت بتعرف ترسمي يعني؟ كنت تخيلي برضو ان انت. لا خالص انا ما بعرفش ارسم اصلا. تمام كده، ده شرح بسيط لسمارت ديزاينر 1.